نذهب إلى السيد حسن لامين. سيد حسن لامين، أرحب بك في تغطية الأحرار. الإشكالية يعني بدأت يبدو كما أنها خوف، ربما كما يصنفها البعض، من مشهد مماثل لما تعرض له علي زيدان في السابق من اختطاف وربما سب وشتم وضرب. هل في اعتقادك أن سبب الاعتذار هو كما قاله معالي الوزير رئيس الوزراء المكلف السيد الثني، أنه اعتداء ويخاف من الدم وحقنا للدماء، يعتذر عن هذه المهمة؟ لا، أنا لا أعتقد أن هذا هو السبب المباشر، لأنك أنت بتحاول تبحث أو تسأل لماذا هذا التهديد ولماذا هذا الاعتداء. أكيد له أسباب. أنا في اعتقادي أن المسألة متعلقة بالضغوط اللي مورست على الحكومة منذ بدايتها لمحاصصة سياسية. يبدو أن كل جماعة تريد أن تدفع بعناصرها في هذه الحكومة، وأيضا المطالبة بعزل وزراء معينين. الحقيقة الإشكالية وين؟ الإشكالية تكمن في بداية هذا الأمر، يعني منذ إقالة حكومة زيدان. يعني عشان تعرف أن القضية كلها فيها تخبط وفيها ارتجال وفيها عدم مراعاة للمصلحة الوطنية، كان أساسا على هذا المؤتمر أن لا يقيل حكومة زيدان إلا عندما يجد البديل الذي يتفق عليه ويكون هو من سيقود هذه المرحلة إلى غاية الانتخابات القادمة. أنت تعلم بأن حكومة الثني أول ما تم تكليفها كلف لمدة أسبوع أو أسبوعين، وهذه في حد ذاتها تعتبر مسخرة سياسية. إحنا عمرنا ما سمعنا بشخص يكلف لمدة أسبوع أو أسبوعين. هذا دل على شيء، يدل على ماذا؟ أن في حرص شديد على أن زيدان يذهب. القضية قضية يعني قد تكون حتى شخصية، يعني زيدان لازم يذهب بأي ثمن، وبالتالي خلينا نجيب واحد لمدة أسبوع أو أسبوعين وبعدين نحل المشكلة. في اعتقادي أن في البداية كانوا يعتقدوا أنهم بإمكانهم أن يأتوا ببديل بعد الأسبوع أو الأسبوعين اللي أعطوه للثني، لكن أنا كنت أدرك منذ البداية أن حتكون في صعوبة في هذا الأمر. بعد ذلك يبدو أنهم قالوا أوكي، لطالما الثني الآن يترأس هذه الحكومة، خلينا نحاول وربما نستطيع أن نمدد له شريطة أن هو يمتثل لشروطنا وأن هذا المؤتمر يسيطر على هذه الحكومة بالكامل ويوجهها التوجيه اللي يريد. هذا أيضا بيعكس حالة الانقسام اللي موجودة في المؤتمر وحالة التجاذب وحالة الرغبة من كل طرف معين، خصوصا كتلة مثل كتلة الوفاء اللي تريد أن تدفع بأشخاص. ولعلنا سمعنا عن أسماء معينة مثل عبد الحكيم بن حاج للداخلية وخالد الشريف للدفاع. يعني هناك الحقيقة محاولة للهيمنة من قبل هذه الجماعات الإسلامية، سواء الجماعة المقاتلة اللي الآن الحقيقة ماسكة مناصب كثيرة في هذه الدولة وفي خصوصا في الناحية الأمنية. سجن الهضبة، هذا السجن تسيطر عليه جماعة المقاتلة الإسلامية. طيب كيف أنت تجيب مجموعة أيديولوجية ومجموعة لها ملفات سابقة تتولى أمر سجن بهذه الأهمية فيه معلومات مهمة؟ هذه الجماعة قد تستغل هذه المعلومات لصالحها أو طيب. قد تحاول أن تطمس بعض المعلومات. يعني فيه محاولة للهيمنة من هذه الأطراف. الأمر الآخر والمهم يا سيد محمد هو أن إحنا ما عندناش استيعاب لطبيعة الحكومة الليبية أو الحكومات الليبية المتعاقبة منذ ثورة 17 فبراير. الناس كثيرة الآن تتحدث الحكومة لم تفعل والحكومة لم تقوم والحكومة أهدرت. الحقيقة راهو ما فيش حكومة بالمعنى الصحيح، ما فيش حد يستطيع أن يأتي إلى هذه الحكومة وأن يديرها بالشكل الصحيح في عدم وجود صلاحيات واضحة وفي عدم تمكن هذه الحكومة من تنفيذ قراراتها وأيضا من حماية نفسها وأيضا من التدخلات المستمرة من قبل المؤتمر الوطني وأعضائه ولجانه فيها. هذا يجب أن يفهم الليبيين، راهي الحكومة الحقيقة
لا نستطيع، والله لا نستطيع حتى أن نحاسبها. كيف نحاسبها وهي رهينة ميليشيات مسلحة؟ كيف نحاسبها وهي رهينة مؤتمر وطني ولجان تتدخل؟ وصلت إلى حد مراقبة الهواتف، وصلت إلى حد سرقة البريد الخاص للوزراء، وصلت إلى حد أنهم يتصلوا بإدارات وأجهزة يعني الدولة. وكأنك تقول سيد حسن لمين أن الإشكالية ليست في الشخصيات أو في المواصفات المطلوبة، أبداً. الشخصية أبداً. في الإشكالية في البيئة الضاغطة التي تحكم. يعني الحديث عن تهديدات لوزراء، ربما ساتحدث هنا بالاسم كما وصلتني من مصادر معلومه داخل الحكومه، اتحدث عن تهديدات للسيد المرغني، السيد الحبيب لمين، السيد اسامه سيالة. يعني هل تعتقد ان المساله المطلوب في القادم حكومه من الطراطير؟ يعني عذرا على هذا الاستخدام، يعني هل هذا هو المطلوب؟ لا يعني بعد هذا الصراع والسجال في مساله الصلاحيات مع المؤتمر الوطني والسيد عبد الله الثني، لم تتضح صوره ان المؤتمر يريد ان يعطي صلاحيات للحكومه او اي حكومه قادمه. هل تعتقد في المقابل ان مساله بحث عن رئيس حكومه او حكومه من الطراطير كما يسميها بعض الوزراء؟ بالتأكيد محاولة الهيمنة على الحكومة هذا أمر واضح، وهذا اللي قاعد يحصل وقاعدين نشاهده فيه. بس خليني أقول لك شيء في قضية الأسماء المعروضة واللي يحاول البعض يدفع بها سواء للدفاع أو غيرها. المسألة ما هيش مسألة أن المؤتمر يتداول في داخل هذه الأسماء وبيحاول كمؤتمر بشكل عام يدفع بهذه الأسماء. يا ريت القضية تمر بهذا الشكل. المشكلة أن هذا المؤتمر منقسم على نفسه، الضغوط تمت بطريقة أخرى، فيه زيارات مكوكية قام بها بعض أعضاء الكتل وبعض الشخصيات مباشرة ومتجاوزين حتى المؤتمر إلى السيد رئيس الوزراء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، يطالبون فيه بأسماء معينة. فهي القضية أنت ما عندكش مؤتمر يتكلم ككيان واحد يقول والله إحنا يا سيد الثنين نريد فلان وفلان وفلان، لا، هي قضية ضغوط تتم بشكل مباشر من قبل هذه الأطراف وهذه الكتل. الشيء الآخر، قضية اللجان في المؤتمر أصبحت عبء ثقيل وأصبحت إشكالية كبيرة، لأن هذه اللجان الحقيقة تجاوزت حدودها وتجاوزت طبيعة مهامها وبدأت تتعامل بشكل مباشر وتتدخل بشكل مباشر في أمور كثيرة. الواضح جدا. الشيء الآخر ربما لم تتعرض ليه، هناك تداول في داخل المؤتمر حتى قبل أن يعلن السيد الثني عن رفضه للتكليف بأن المؤتمر يجهز لشخصية أخرى يحاول أن يدفع بها، وعلى ما وردني من معلومات ورد اسم السيد الصفات لتولي مهام الوزارة. فالمؤتمر قاعد يلعب بطريقتين، من ناحية بيحاول أن يتعامل مع السيد الثني، وفي من جانب آخر يحاول أن يعد له بديل. فالسيد الثني أكيد وضعه لا يحسد عليه، وأكيد وضعه يعني تتفهمه، لأن صلاحياته غير واضحة، مستقبله غير واضح، ما هو مطلوب منه غير واضح. فأصبح واضح أن هذا الشخص أوتي به كحصان تروادة لا أكثر ولا أقل. فأنت عندك إشكالية كثيرة. الشيء الآخر، الحاجة الثانية اللي يجب أن احنا ندركها في قضية الأمن في ليبيا، بالإضافة إلى هذه المجموعات المؤدلجة والإسلامية منها على وجه الخصوص، واللي دخلت الآن في مفاصل كثيرة في هذه الدولة، وتحاول من خلال هذه المناصب أن هي تفرض إرادتها وتضغط. أيضا لديك مجموعات أخرى غير مؤدلجة من هذه الكتائب المسلحة، واللي بعضها تنتمي إلى جهات معينة، هذه أيضا تمارس في ضغط. وللأسف هذه المجموعات تحديدا ما هيش حتى مجموعات من المجموعات العاقلة الرشيدة اللي عندها رؤية سياسية، هذه مجموعات فقط تريد أن تكون لها كلمة، تريد أن يكون لها دور في القرار، تدفع بنفسها باستمرار، تحاول أن تعيق أمور كثيرة. أنت عارف أن في قرارات جريئة وفي قرارات مهمة
اتخذت من قبل حكومه زيدان في الاونه الاخيره في الفتره السابقه لم يتم تطبيقها على الاطلاق بسبب هذه التدخلات وبسبب هذه الضغوط. فانا مره ثانيه اكرر قضيه الحكومه الان في ظل هذا الوضع لا يمكن ان هي طيب. تقدم لك اي شيء، وبالتالي لابد الان ان نحن ندفع بكل ما اوتينا من اجل التعجيل بقضيه ان نحن ننتخب كيان جديد وليبيا تدخل طيب. في سوف اتي الى هذا الحديث سيد الامين، لكن دعني اسال ربما يعني وايضا اضع بين قوسين مساله ان حكومه تقدم بيان واعلان حرب ضد الارهاب وسوف نقاوم وليبيا محتاجه لدعم دولي، رئيس الوزراء لهذه الحكومه والمكلف بها يهاجم في بيته، يعني ربما هذه اكبر صوره ودليل على شكل الواقع الليبي بشكل واضح وبين ويعني لا يخفى عن احد. هذا البيان اللي انت اشرت اليه الان واللي خرج مباشره بعد تولي الثاني لمهامه، هذا البيان وكان فعلا بيان جريء وبيان واضح اتى من الحكومه، وصدقني فور صدور هذا البيان قامت اتصالات بالهاتف ومن قبل السيد ابو سهمين بنفسه ومن قبل نائبه الثاني ومن قبل اطراف اخرى تلومه على اخراج هذا البيان وتطلب منه سحبه، وهذا كلام موثق. طيب فانت شوف حجم التدخلات، يعني حكومه تخرج بيان يتعلق بقضايا امنيه وهو من صميم عملها تاتي ويا ريت المؤتمر نفسه ناقش هذا البيان. طيب. المؤتمر لم يناقش هذا البيان المتعلق بالارهاب على الاطلاق، ولكن المؤتمر عبر افراد وليس كمنظومه يتدخل ويحاول ان يفرض ارادته على الحكومه ويدفعها الى ان تسحب هذا البيان. بشكل واضح تطاحن سياسي وليس برامجي كما تبدو الصورة، صرف مليارات من الدينارات ولا شيء على أرض الواقع، وفي النهاية البحث عن النفوذ السياسي عبر هذه الحكومة وكل الحكومات القادمة بين اليمين واليسار السياسي. سيد حسن الأمين، هناك من يقول إذ عرف من خطف علي زيدان وإن كان ظهر على الشاشات وقبض عليه سنعرف من اعتدى على الثني ويضغط عليه. لم افهم السؤال تحديدا، لكن خليني السؤال قلت اذ ما تم معرفه من خطف علي زيدان سنعرف من ايضا من اعتدى على الثني. يعني ليس بالضروره، انت عندك مجموعات كبيره قاعده تشتغل، بس خلينا نكون واقعيين، يعني هذا هو الواقع اللي عندك الان، يعني كم من عمليه حصلت، كم من اعتداء واشياء كثيره قاعده تحدث الى عند هذه اللحظه. احنا اليوم فقط شفنا احد الفيديوهات اللي يوضح عمليات تعذيب يعني وحشيه في 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 في, في, في السجون. من يتكلم؟ من يتحرك؟ من يجرؤ؟ هذا هو الواقع اللي عندك، وبالتالي يختطفوا رئيس الوزراء، يدمروا، يفجروا، هذه الامور قاعده تحصل باستمرار. بس الشيء المهم قضيه تدخلات اعضاء المؤتمر، يعني هذا راهو امر واقع. تصور ان فيه اعضاء المؤتمر يتدخلوا حتى في شؤون السفارات في الخارج، فيه اعضاء من المؤتمر دخلوا على سفارات في الخارج وحاولوا انهم هم يفرضوا اشياء كثيره من بينها اما تعيين او اعاده تعيين او طرد. يعني انا تحدثت مع بعض هؤلاء السفراء وقالوا لي بالحرف الواحد فيه اعضاء مؤتمر جاؤونا الى عند هنا ورحبنا بهم واحترمناهم كنواب للشعب، ولكنهم لم يحترموا نفسهم لانهم تدخلوا تدخل سافر في عملنا وفي شغلنا ويريدوا ان يفرضوا ارادتهم علينا. هذا الامر معروف وواضح للجميع وما فيش داعي نحن نحاول ان ندريه. لجان المؤتمر كما قلت تجاوزت اختصاصاتها، احنا راهو في فوضى عارمه وفي مراهقه سياسيه وفي سوء اداء وعدم معرفة صلاحياتنا والالتزام بها. الوضع الحقيقة وضع سيء، ولا بد أن احنا ندخل في مرحلة جديدة وتكون مرحلة حازمة
تتخذ فيها طيب إجراءات شجاعة، ونحاول أن ننتصر بهذا الشعب اللي مستعد في ظل قيادة رشيدة وفي ظل قيادة شجاعة وقيادة شفافة، مستعد أن يتضامن معها ويحميها. والشعب هذا هو اللي قاد هذه الثورة، الشعب هو اللي أنهى هذا الطغيان وهذا الظلم على مدى 42 سنة. هذا الشعب راه قادر أنه هو ينظف ليبيا من هؤلاء الأوباش بالتأكيد، لكن هذا الشعب الآن قاعد مشتت بين مؤتمر عاجز وبين حكومة لا تعرف كيف تتحرك وكيف تشتغل. ما فيش أي شفافية، ما فيش حد يقول للناس بالضبط ما الذي يحصل وما ما الذي يجب أن نفعله وماذا يستلزم اتخاذ هذا القرار أو ذاك القرار. أمور عبثية قاعدة تحصل في ليبيا، أمور عبثية بمعنى الكلمة. طيب، لكن دعني أسأل بهذا العبث، أين سير وأين المؤتمر مما يحدث الآن، وهذه الحكومة التي ربما لا أعلم هذا المنصب ما هي إشكالاته في ليبيا؟ يعني كل رئيس وزراء يأتي بصلاحيات ويأتي بميزانية، من ثم لا نرى شيء ونرى هذه المناكفة. إلى أين سير بهذا المشهد الذي تتحدث عنه سيد الأمين؟ أنا في اعتقادي الآن إذا كان فعلا هذا المؤتمر حريص على أنه على الأقل في شهوره الأخيرة يحفظ ما وجه ويخرج بشيء للليبيين وينقذ ما يمكن إنقاذه. أولا الآن حكومة زيدان ذهبت، تريحوا منها زيدان خلاص أو مشى. طيب عندكم الآن السيد الثاني، خلوه يمارس صلاحيته، خلوه يشكل وزارته بالطريقة اللي يريدها، ونستمر هالأشهر المتبقية ونبدأ نشتغل على الانتخابات القادمة وندخل في مرحلة جديدة. المؤتمر عليه أولا أن يتوقف على التشريعات الآن، التشريعات خصوصا التشريعات اللي لا تخدم المرحلة الانتقالية، عليه أن يتوقف ويجمد هذا الأمر. أيضا أنا في رأيي أن المؤتمر عليه أن يجمد لجانه بالكامل، يلغي هذه اللجان، وربما يشكل لجنه واحده فلتكن لجنه للمتابعه تقوم بمتابعه امر الحكومه. اذا كان المؤتمر فعلا يبي يكون موفق في شهوره الاخيره، اول اجراء عليه ان يقوم به هو ان يلغي اللجان في المؤتمر ويكتفي بلجنه واحده تكون لجنه للمتابعه، يكون فيها اعضاء ذوي تخصصات مرتبطه بالحكومه وبوزارتها، وخلونا نشتغل على الانتخابات القادمه وندخل في مرحله جديده نستفيد فيها من اخطاء الماضي. لكن اذا احنا مررنا بهذا الشكل فسوف يتازم المشهد السياسي اكثر، وربما حتى هذه الانتخابات لن تحدث ونبقى في هذه الدوامه، والدوله الليبيه قاعده تستنزف، ثروتنا تستنزف. الان احنا تقريبا دخلنا حتى على المجنب. وعلى ذكر الاموال يا سيد محمد، يعني انا راه لا ادافع عن الحكومه لكن اعرف جيدا ما الذي يجري. انتم لو تحسبوا هذه الفلوس واللي تقولوا وين مشت حتجدوها اما يعني مبالغ خياليه صرفت على هذه الميليشيات، وايضا ملف الجرحى اللي قاعد الى هذه اللحظه يستنزف. انتم عندكم جرحى قاعدين موجودين في بعض الدول الان للأسف قاعدين مسببين مشاكل حتى لسفرائنا في الخارج وبعثاتنا الدبلوماسية، ليس فقط لمطالبتهم بالعلاج، هم قاعدين يتعالجوا. هؤلاء الجرحى يا رجل قاعدين يتدخلوا حتى في أمور السياسة، قاعدين يحاولوا حتى يفرضوا آرائهم على بعض السفراء في بعض الدول، وهذه أمور طيب. موثقة. الدولة قاعدة تستنزف بشكل يومي. هذه البعثات ايضا قضيه البعثات يعني لدينا فيها ما نقول، راهو الاستنزاف غير عادي وجاي نتيجه ضغوط بالقوه. المشاريع اللي تم الاتفاق على الانفاق عليها واخراجها الى حيز الوجود، في البعض منها المؤتمر لم يجيزها والبعض الاخر لم يتم التعامل معه طيب. بسبب الخلافات الجهويه وبسبب تدخلات هذه المجموعات المختلفه واللي بتحاول تمنع هذا القرار او تغير هذا القرار. طيب. الوضع راهو سيء سيء بمعنى الكلمه. أسوأ مما نتصور، أسوأ مما نتصور الكثير، لكن دعني اقف واذهب الى لندن مره اخرى او بريطانيا تحديدا مع الكاتب الصحفي حسن الامين، واعتذر سيد حسن الامين الإطالة عليك، لكن يعني رأيت أن عضو مؤتمر وطني وكذلك يعني وزير في الحكومة يتحدثان عن
هذه الكرة التي تقذف الآن أمام الشعب في مسألة المسؤوليات وفي مسألة التحمل، من الذي يتحمل ومن الذي أخطأ وكيف هو الواقع الذي يعيشه المؤتمر الوطني والحكومة؟ لكن يعني هذا الواقع وبهذه الصورة، هل لازال لدينا أمل بالفعل؟ الليبيون هناك من كفر بالثورة مثل حضرتك أستاذ حسن على الملأ، وهناك ربما من لا يريد اليوم يتحدث عن صدور كثيرة يعني تحمل الألم الكثير لما يقع في الفترة الحالية، وهذا الإحباط الذي عم الشعب ككل من هاتين السلطتين تحديدا. أولا قضية أني كفرت بالثورة، يعني هذه يجب أن لا تمسك علي لحظة من لحظات المأساة اللي احنا عايشينها أحيانا في حديثنا، بنحاول أن احنا نرسل رسائل أكثر ولا أقل، نبي ننبه، نبي لعلها تصل إلى الناس وتحرك الشباب ويعقلوا. يعني احنا مرات نقول في كلام لنا من وراء مقاصد أخرى، لكن هذه الثورة ثورة عظيمة ما في شك عندما قامت كما تكلم الإخوة، ولا أحد يجادل في ذلك. بالنسبة لسؤالك، أنا دائما إنسان متفائل رغم كل هالمأساة وهالفوضى العارمة اللي احنا عايشينها، أنا ما زال عندي أمل، لأن الليبيين الحقيقيين الخيرين أكثر بكثير من شداد الآفاق اللي للأسف الآن مسيطرين على المشهد. القضية وين؟ القضية إن إحنا ما نش عارفين كيف نشتغل. وأنا هنا أنوع على مؤسسات المجتمع المدني. هذه المؤسسات دورها مهم جدا في مرحلة التحول وفي حشد الشارع وفي تنظيم الشارع. إحنا نشتغل بدون قيادة. المؤسسات هذه يعني مبحثرة، جهود مبحثرة، ما فيش تنسيق، ما فيش حد يبي يشتغل مع الثاني. إحنا ما نش قادرين نشتغلوا كفريق، وبالتالي للأسف المجتمع المدني لم يقم بدوره على الوجه الصحيح. يعني تطلع مظاهرة هنا، الشعارات تختلف، تطلع مظاهرة أخرى طالب لي ب14 مطلب. يعني فيه إشكالية فعلا في العمل المدني لابد أن ننتبه لها، ولابد أن نحن نربط بين كل هالقوى الخيرة اللي موجودة في كل ليبيا، في طرابلس، في مصراتة، في الزاوية، في غريان. فيه قوة خيرة، فيه شباب والله العظيم رائع فعلا في ليبيا، وهم كتب، لكن الحلقة ما فيش ربط بينهم. بس خليني سيد، فأنا مازال عندي أمل، أنا مازال عندي أمل ليبيا سوف تخرج من هذا المنزلق، وهؤلاء يعني سقف المتاع اللي موجود اليوم سوف ينتهي. راهي فيه ناس يعني استفحلت الامور عندها من ناحيه تورطها في 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 التعذيب، تورطها في مآسي كثيره، واصبحت الان شعر بان لو الامور تتنظم وتبدا الدوله سوف تحاسب. وبالتالي راي في ناس الان حصلنا فيها، وفي ناس لابد من ان يجي يوم ونتعامل معها في حزم، لابد من حلول استثنائيه ومواجهه استثنائيه. بس خليني نقول رد على الأخ العزيز محمد النفي، المؤتمر الوطني ليس برلمان بالمعنى المعروف في العالم، ما هوش برلمان. هذا في حقيقته يفترض أن يكون مجلس تأسيسي له مهام محددة واستحقاقات محددة، وهو يريد أن يبني دولة ويريد أن يحدد قواعد اللعبة. وبالتالي المقارنة بينه وبين البرلمانات الأخرى هذا أمر غير مقبول. وقضية اللجان، الأستاذ محمد عرف بنفسه أن صارت هناك إشكاليات كثيرة، وإحنا تكلمنا في هذا الموضوع أكثر من مرة، قضية التدخلات، وأيضا قضية يعني أنا تكلمت عن هذا في السابق، يعني في لجان بعثت نفسها إلى دول يفترض أن هي يرسل لها خبراء يعينها من الوزير المختص. يعني هذه اللجان تقدم مقترحات، تقدم تقارير، ولكن لا تقوم بالعمل التنفيذي. الآن في هذه المرحلة أنا من رأيي وما زلت مصر أن اللجان يجب أن تلغى. إحنا خلاص ما زال 3-4 أشهر، خلوا نشكل مجموعة بتوافق معين تتولى عملية المتابعة. الشيء الثاني، في السيد محمد طالب مني تقارير. يا أخي إذا كان الآن فقط اليوم تم اختطاف طفلة عمر 14 سنة الآن في طرابلس، بعدين نقول للسيد محمد عدي راجع الشكاوي والتقارير اللي وصلت لجنة حقوق الإنسان موجودة عندك في المكاتب هناك، أنت مالكش محتاج إلى تقارير حسن لمين. وبعدين التقارير أصبحت ما لهاش حتى معنى.
الليبيين الان في كل مدينه في كل قريه يشاهدوا بام عينهم قضيه استقواء هذه الميليشيات وهذه المجموعات الاجراميه. خلوا هاشم بشر في اللجنه الامنيه يطلع الملفات اللي عنده، انتم ليكم الصلاحيه. خليه يتكلم على عدد الفتيات اللي تم اختطافها في طرابلس، خليه يتكلم على عدد الموتى القتلى اللي يجدوا فيهم كل صباح في في في, في, في الشواطئ. بعدين الشيء الثاني، خليك من تقارير حسام امين، التقارير موجوده من كل من هب ودب، موجودة تقارير المنظمات الدولية، تقارير منظمات حقوقية داخل ليبيا، الناس اللي قاعدة تتكلم وتصف في المشهد بشكل يومي، هذه لا تحتاج إلى تقارير حسن الأمين. الشيء الثاني، قضية الإعلام. الإعلام هو ربما أكبر إنجاز تحقق في 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 الثورة. إشكالية الإعلام ما هيش في المعلومة، المعلومات كثيرة والحقيقة هذا إنجاز كبير، لكن إشكالية الإعلام في التصرف مع المعلومة، في التصرف في المعلومة وفي طريقة التعاطي لا أكثر ولا أقل. لكن الإعلام الآن يطلع في الحقائق، يقول في أشياء كثيرة في في في, في الأنظمة القمعية لا يمكن أنك تجدها على الإطلاق. الشيء الثاني استاذ محمد يقول انتم تهولوا، كيف نهولوا يا سبحان الله؟ كيف نهولوا يا سبحان الله والامر قاعد نشوفه فيه بام عينه؟ هذا وزير قاعد يتكلم، تكلموا قبل اناس اخرين كثيرين، المشاهد الدمار والحرق والقتل والقمع موجوده بشكل يومي، مؤسسات الدوله عاجزه غير قادره، تدخلات من كل طرف من كل في كل مكان، يا اخي احنا لا نهول، احنا لا نريد ان نزعج الناس. لكن تعال عدي شوف انت على المستوى الشعبي، لما تمشي تقعد في قهوه، لما تمشي تقعد في مربوعه، لما تحكي مع شخص، ما هو حديث الشارع؟ اليس تدمر؟ ليس سبب هذا هو الاعلام؟ الان المعلومه تصل بشكل مباشر، الناس يكلموا فيك بشكل مباشر، انا تصلني الاف الرسائل عبر عبر عبر, عبر حسابي على الفيسبوك من اشخاص يحكون في 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 اشياء يندى لها الجبين. عندنا نساء قاعده بالامس القريب وصلتني رساله من امراه خطف ابنها والان هي هاربه موجوده في 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 تونس. احنا لا نهول يا استاذ محمد، لكن الوضع يجب ان نشخص بالشكل الحقيقي. طيب. يجب ان لا نبالغ، نعم، ولكن ايضا يجب ان لا نداري، يجب ان نقول الحقيقه. الشيء الاخر، المؤتمر الوطني خليه يطلع لي كشف انساب الان ويقول لي ما الذي حققه حتى الان في الاستحقاقات اللي من اجلها انتخب. ليس هناك اي استحقاق. الشيء الاخير، يتكلم السيد محمد عن حقوق الانسان، والقرار رقم 5 بعدم اهانة الثورة 17 فبراير اللي انتقده الكثيرين داخل ليبيا وخارجها. اذا كان هذا مؤتمر وطني يقدم لنا قرار ينتهك حقوق الانسان، فكيف يقول لي السيد محمد ان نحن نبالغ وان نحن نزايد؟ طيب. نحن لا نزايد على احد، نحن نقول الحقيقة. وانا عندما خرجت من المؤتمر يا سيد محمد لم اخرج الا بعد قناعتي التامة، اولا بانني عاجز عن الشغل من داخل هذه المؤسسة، ثانيا بأني وصلت إلى قناعة بأن هذا المؤتمر عاجز، وأنتم ما عليكم إلا تراجعوا تاريخ خروجي من هذا المؤتمر والكلام اللي قلته في ذلك الوقت، وشوفوا الوضع اللي وصلنا له اليوم في ليبيا. الكلام اللي قلته الآن كله قاعد يصير على أرض الواقع، لم تنتبهوا وقتها ولم تتعاملوا مع الأمور في وقتها، والآن كل واحد قاعد يكرر في الكلام اللي كنا نقوله فيه. أستاذ محمد، نحن لا نزيد، أنا نحترمك كثيرا، أنت شخصية عزيزة علي، لكن لا تقل لي قدم تقارير، التقارير موجودة على أرض الواقع نشاهد فيها بأم عيننا. طيب، الإشكاليات كثيرة. سيد حسن لمين يقول متفائل رغم هذا الألم الذي نسمعه ونشاهده. ربما السيد حبيب لمين يتحدث عن أشياء كثيرة وقعت و